السلام عليكم. انا اخويا سميتي فاطمه، كنسكن في كازا. اخويا عندي مرض مزمن ديال ولدي من نهار اللي تزاد، ملي تزاد وانا في مكان عاني بيه في السبيطارات، كيطلبوا لي التحليلات على برا، كيطلبوا لي الراديونات على برا، ما كنصيفش باش نديرهم ليه. واخا الابن ديالك انت تزاد شحال في عمره؟ عنده عام ونص. عام ونص. ملي تزاد في الاول كيفاش كانت الحاله ديالو من الاول؟ من الاول هو في السبيطار اخويا موريسكو، راه الدوسي باقي عنده في موريسكو. انا حاليا ما نهار من يومين ثلاث ايام كديه السبيطار، عرفتي كيموت، راه الدري كيزرق ليا. شنو كيقولوا لك ملي يلاه تزاد؟ شنو هو قالوا لك؟ انا قالوا لي عنده ميكروب، عنده لاطاش في صدره، عنده لاطاش، مريض من لا ما بغاش الطبيب يقول لي المرض ديالو، انا ما قال ليش الطبيب ديالو. عرفتي الطبيبه اللي غوتت قالت لي هاد الدري شنو، راه عنده الميكروب وعنده لاطاش في صدره، الدري راه شنو كيفاش؟ قالت لي انا راه تخلعت، الطبيبه تخلعت، ضربت على يديها وقالت لي هاد الدري راه بحال اللي واكل شي حاجه، من صغره مريض، دري خلق مريض. تبعتي مع الطبيب؟ كنتبع الطبيب، كيخرجوا لي تحليلات غاليين على برا، كيخرجوا لي راديوات على برا، كيخرجوا لي داكشي ديال برا، ما قداش عليه، ما عنديش باش نداوي، ما عنديش باش نخلص هادشي والو. دابا عام ونص ونشي في هادي، عام ونص وانا في هاد الحاله، وما ذلك عاد والبارح هادي واحد 3 ايام ما عرفت. هاي الورقه، هاي الورقه، هادي حاليا، هادي هاي قرات التاريخ، انا راه ما قاريهش باش نقول لك فوقاش. هادي نعسو في السبيطار حسني، الدري كيموت لي كيزراق، وانا ما قاريهش، ما عرفتش فين نمشي بهاد الدري، وما عنديش الماده وما عنديش امكانيات، ما عنديش في سميتو باش واش كيتخنق لك ولا شنو؟ كيتخنق ليا وكيجيف كيموت. انا درت له غير البصله، درت له غير البصله باش حيا لي هذه واحد 3 ايام، البصله كنعصرها له في نيفو، عرفتي راه واحد الدري، عرفتي راه مرضني بزاف. قربي لك راه تحت من فوق. يعني واش كيكون دايرك حتى كيتخنق؟ الدري عنده لازماتيك بحال اللي عنده داك الشيء في صدرو، في قرشوط، في قرجوتو عند داك الشيء، في قرجوتو بحال اللي في قرجوتو داك الشيء. عندك غير هو ولا؟ لا عندي وليد عنده 6 سنين دابا كيقرا في التحضيري حتى هو خويا. واش هو عنده نفس المرض ولا؟ لا ما مريضش هو، هذا اللي خويا عندي مريض وغلبني الزمان، انا ما عنديش راجل وحالتي واحد الحاله ما عاودش ليك، ماقدرش نقول لك، راني كنبكي من قلبي من الداخل، ما كنبكيش من قلبي من برا، راه حاله واحد الحاله ما تصورش. وانا اللي تمريض، انا اللي تراني مريضه، اللي تهزوني على الجيران وداوني، ما صرتش من شري لا دواء لا راسي لا والو، حالتي راه ما تصورش، ما نقدرش. انت مريضه وولدك انا شكون اللي كاين بيكم؟ ما كاين الله سبحانه وتعالى، ما كاينش اللي دخل لي ترى خبزه ولا 4 دريال ما خرجت وطلبتها على اولادي وجبتها لي، راه ما كاينش اللي يجيبها لي. وانا عندي مرض، انا خصني الدواء، راه ما صبتش اللي داويني تانايا واللي وقف معايا. المرض اللي عندك؟ عندي لازماتيك تانايا، راني تانا مخنوقه وتانا مع البيت، ما عنديش لي الصرجم، راني كتوقف عندي من القرجوطه ديالي فوق تانا واليوفه، ما كتنفش. انا حاليا دابا راه ما كتنفش من يوفي، وعندي إعاقة في يدي، ممكن قد لا نخدم لا والو. هاي يدي راه عندي الشهادة ديال الإعاقة عندي. يعني دابا ما انتي ما كتقدريش تخدمي؟ ما كان قد لا نخدم لا والو خويا. انا كثيري مع المصاريف؟ لا مصاريف، انا معدبة، انا ما كنصيبش الزيت لا سيور، ما كنصيبش باش نشريه الخبز، ما نصيبش باش نشريها. هكا لا لقيت شي محب ولا شي محب نقول له عطيني باش نشريه، ولا شي حد هكا، ولا الجيران ونقول لهم، ولا ما نصيبش شريت حتى شي حاجه، ما نصيبش بشريها. هو انا غلبني الزمان مع المرض وغلبني، وبقى فيا الدري اكثر، الدري المرض ديالو هو اللي بقى فيا اكثر. الدري الصغار قدو بخير والدري
دري هو اللي بقى فيا باخر. الكبير ما عنديش مريض، وهذا عندي مريض. ملي كتشوفي الدراري في العمر ديالو يعني باخر وهكا هو مريض شويه، كاين تألم بزاف. هي فاش طحت انايا، فاش طحت وثلاث ايام وانا سخفانه، ثلاث ايام وانا في الدار، يعاودوا لك الجيران مساكن هما اللي هزوني الله يجازيهم باخر. ثلاث ايام وانا مغيبه، انا عند صحاب لهم الله مت كيقرصوني، ما خلو ما داروا، ما تداوني للسبيطار وداروا لي الاكسجين وداروا لي ليبرا. عاد شويه تحسنت شويه. انت مريضه خايفه راسك شي نهار تشوفي الدري شكون اللي غيكون؟ ايوا اش نقول لك اخويا، عندي جوج دراري. انا ما صرتش لا سكنة، لا اللي خلص لي كرا، لا اللي خلص لي موضوع، لا اللي خلص لي حالتي راه حاله. ودخل عليا المرض ولدي، ما كنصيب لا باش ندير له التحليلات لا والو. ها هما الراديو نتا هنا طالبين ليا التحليلات. الحاله الصحيه ديالو دابا شنو كيقولوا لك؟ شنو ها هو، ها هو الراديو، ها هو طالبين ليا تحليلات، خمسه تحليلات ها هما، خمسه خصني نديرهم على براد، وما عنديش باش نديرهم. جدريال ما عنديش باش نديرها هي، ها هما عا الراديو هما طلبوا ليا. ها هو يلا هاد السيمانه ها هو باش نعساو، ها ها هما الراديو دايرهم ليا. ها هما دوايات، ها هما خويا دوايات، ها هما شوف ها ها باش كينعس في السبيطار. ما كنصيبش ها هما دابا جوج ورق ولا ثلاثة ما شريالوش الدواء هذا. ها هما هذا ما شريش الدواء، وهذا ما شرياش الدواء هذا، هذا راه ما شرياش. هادو ما شرياهمش، وهادو شحال الدوايات ما شرياهمش، ما خصهمش يشري الدواء. دابا الحالة الصحية ديالو شنو كيقول لك الطبيب؟ شنو كيقول لك؟ الطبيب ما بغاش يقول لي الطبيب شنو عنده. كيقولوا لي عنده ميكروب، عنده التهاب، عنده هادي. ما فهمتش انا داك المرض شنو عنده. دابا انت كداوي مره مره، واش داكشي كينقص ولا كيبقى ولا كيزيد؟ ما عنديش الامكانيات دابا باش ندير تحليلات باش نعرف شنو كاين. ها هما التحليلات والراديو، خصنا ندير واحد التحليلات باش نشوفوا داكشي واش نقص ليه ولا ما نقص. راه باقي عاود درنا، ما درتش اخويا التحليله. درت الاولى تحليله، راه درتها لي واحد السيده الله يجازيها بخير، الله يرحم ليها الوالدين، واخا كتشوفني الله يرحم ليها الوالدين. راه دارت لي التحليله، وقفت معايا الله يوقف معاها الجنه. وانا ملي هادو ما صدتش باش نديرها، وما قربتش ليهم هادشي. انت كتشوفها هو الراديو، ها هو التحليله. الرسالة ديالك للمحسنين. أنا كنطلب من المحسنين اللي يوقفوا معايا ويشوفوا بحال هاد الدري. ما أنا راني ما عنديش التنفس، راه ما كاينش التنفس لهاد الدري وليا على هادشي. راه عندي جوج وليدات وراني مقورة بزاف، عصبت من نوكلهم باش نربو باش نصرف عليهم الدواء، باش ملي كلشي. أنا ملي أب، ملي مرا، ملي راجل، ملي كلشي. أنا هاد الولد دخل عليا تا هو بزاف. حاليا راني ما كنعيش، انا مرضت مريضه وزدت مرضت.